تقييم من مشروع بني على مسارات كلها حوالي 23 ان باركينغ تقريبا 35 سياره. هنا كاين لي زون ديكستونسيون كاينين كاينين في باش كونتراكت كاين مكاتب واجبه اللي في اطار الزياره التفقدي التي يقوم بها السيد وزير العدل لجميع اوراش البناء التي فتحتها الوزاره بمناطق المملكه، يحل السيد وزير العدل اليوم بمدينه سيدي افني لتفقد ورش بناء المحكمه الابتدائيه بسيدي افني اللي بدوره تيجي في اطار تفعيل مقتضيات مرسوم من الخريطه القضائيه اللي نص على احداث محكمه ابتدائيه بهذه المدينه. المشروع يتكون من يمتد على بقعة أرضية مساحتها 12000 متر مربع، كلف حوالي 23 مليون درهم، يتكون من طابق سفلي وطابق طابق تحت أرضي وطابق سفلي وطابق علوي، ثلاث قاعات للجلسات، مكاتب للواجهة ومجموعة من المكاتب للسادة القضاة والسادة موظفي هيئة كتابة الضبط. كما شفتوا ان المشروع وصل مراحل جد متقدمه، ونطمح اننا في حضور الشهور القليله المقبله ان نجيو نبداو الاشتغال فيها. اهلا وسهلا. Gracias.